عند الحديث عن المرأة فنحن نقصد الأم، المعلمة، الطبيبة، الممرضة، والموظفة، والمهندسة. المرأة هي المجتمع، وهي للمجتمع أساسه وسر عمرانه. أنا هنا كامرأة إماراتية أقدم كل كلمات الشكر والامتنان بيوم المرأة إلى كل رجل كان لكل امرأة السند وخير معين. وأوجه توصيتي إلى المرأة الإماراتية وأقول أن لك دور بارز وهام في مجتمعنا. احرصي على أن تكون لك صورة مميزة ومشرفة لهذا البلد الطيب. كل عام والمرأة بألف خير، كل عام وأنت منجزة مبدعة، وكل عام وأنت ابنة بارة لقادة هذه الدولة ولدولتنا القديرة.